ضمن الأجواء الرمضانية السامرائية يرتاد أبناء سامراء المقاهي الشعبية ليلا كعادة وموروث شعبي، حيث يجتمع الكبار والشباب على لعبة الصينية سنويا، والتي لها روادها من أبناء المدينة. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى العراق وعلى الأمة الإسلامية. أجواء رمضان، احنا كل سنة برمضان تبدأ لعبة الصينية بعد الفطور، يذهبون إلى الجوامع لصلاة التراويح، وبعد التراويح تبدأ أجواء رمضانية مثل لعبة الصينية والمحابس والعادات اللي نستخدمها برمضان، وهي أنبن عن جد. لعبة الصينية استورثناها من أنبن عن جد. أبناء المدينة استذكروا المقاهي القديمة وأصحابها، حيث يستمر هذا اللعب حتى موعد السحور، ويتخلله تناول اللاعبين للحلويات والعصائر، وبوجود عدد كبير من المشجعين الكبار والصغار على حد سواء، وسط فرحة الجميع بليالي الشهر الفضيل، شهر الرحمة والبركات. لعبة الصينية هي لعبة بكركوك، أصلها الأصل بكركوك، وانتقلت للموصل والسامرة، فهي اللعبة يحبوها السامرة يعني، والمقاهي اللي اشترت بها قهوة فلاح وعزاوي وابو زنقة وأكثر من قهوة يعني كانوا يرتادوها السامرة. مستار فيها هاللعبة ونباع عليها، فينتظروها يوم بيوم برمضان، وظل تعاليلها حلوة يلتمون بها الأحبة. فالمحابس يعني المحابس اندثر، بقت بس الصينية، وإن شاء الله يبقى هالتراث الرمضاني وأجواء رمضان. يمارس العراقيون منذ عهود طويلة لعبة الصينية، والتي اشتهرت في أغلب المدن والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك. للعراقية العامة، حامد السامرائي، صلاح الدين.